يعني موضوع ديال بعض الرقايات اللي كيتحرشوا بالناس او بالنساء اللي باغيين يتعالجوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شنو الراي ديالك في هذا الموضوع؟ الراي ديالي اختي بزاف الناس ما عارفينش شنو المشكل. المشكل منين جاي؟ حتى الراقي ما كيعرفش راسو منين جاي. ماشي راقي هذا كيكون ساحر، ولكن يعني كيتدرك بكلمه الراقي. اما الراقي ما يقدرش يطيح في هذوك المواقف. الرقاة عندهم شرف وعندهم كرامه وكيخافوا على رؤوسهم، ولكن هاد الناس هاد السحره اللي كيولوا كيندسوا ورا الرقاة، هاد الناس دابا المشكله شنو كيوقع عليهم اختي؟ كيكونوا هما خدامين بالخدام. هاد الخدام شنو هما المعنى ديال هاد الخدام؟ بعض الناس ما يعرفش شنو هما الخدام. الخدام هما الشياطين. دابا هاد الشياطين كيكون مثلا هو كيقول لك رجع عندي مثلا شي دوك هادوك خدام، يعني شياطين مسلمين، يعني خدام مسلمين، كيقول لك هو كيدعي بانهم راه مسلمين وكيبينوا ليه في المنام او لا كيوقفوا عليه، يعني ربما في المناو او ربما كاع حتى في سميتو في وسط النهار كيبينوا ليه لابسين الابيض. هو كيعتقد هذوك الشياطين بانهم فري، هو كيكون غالط براسو، كيعتقد هذوك الشياطين بانهم راه خدام يعني مسلمين. وما كاين الشيطان ما كيخدم مع الانسان، وحتى كيكون كيوجد لي شي الانتقام. كاين بعض الشياطين كيكونوا اذكياء من نوع ديال العفاريت، ربما يمشي معك حتى في ربما يقدر يصلي معك، يعني حتى يتقلب لك البلاصه فين غطيح. ما الشياطين ما فيهمش ثقه. ملي كيشتي الراقي كتكون عنده حكمه، رقيه حكمه كيوهبها لك الله سبحانه وتعالى، وداك الشيء باش كيجندك راه ما كيشوفو حتى واحد سوى الله اللي كيعلم بسره. ما كنقول لك انا حق الله راه عندنا شيطان شياطين، داك الخدام مسلمين. كل من كيدعي انه هو عنده خدام مسلمين فهو خو الشيطان، بغاو ولا كرهوا. وانتوما فاش كتشوفوا واحد الانسان كاتب روحاني وكتمشوا ترقاو عنده، علاش كتلوموا علاش كتلوموا هذاك الناس؟ هما كيقولوا رقاة، نقول لك انا غنسميهم سحاره. علاش كتلوموا هذوك السحاره؟ علاش؟ وانت هو كاتب لك اصلا، كاتب لك راقي روحاني وكتجي تشكى منه. عرفنا يعني واش كاين فرق بين راقي وراقي روحاني؟ ما هي راقي روحاني؟ الروحاني هو يخدم بسميتو بالجن. بالجن والجن ما يمكنش يخدم معك ولا تقدم لك، خاصك تشرك بالله. ما يمكنش الجن، ضروري خاصك تشرك بالله، ضروري خاصك تنتقم من المسلمين. يعني الجن خاص بانتقام من المسلمين. ما كاين الجن، الجن ما كيكونش في الصف ديال، ماشي بالنسبه للجن. هذوك الناس اللي هذوك اللي كيتلبسوا بالانس كيكونوا شياطين. هذوك كيكونوا شياطين. راه البعض في الناس كيبدا ينتقد، كيقول لك جن. ايه راه الجن فيه المسلم، ولكن هذوك الناس دوك الجن المسلم راه كيعبد الله، ما كيجيش يتقرب من 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 من, من سميتو. لو كان سميتو الانس كيخدم بدا كيخدم به الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول كان اولى، راه هو القائد ديالنا صلى الله عليه وسلم. يعني كل من الرسول الرسول يعني اي حاجه دارها راه قال لك اي خصك تشبع بالرسول، والرسول ما عمرو استعان بالجن. كيفاش حنا تجينا اليوم؟ حنا واش غنكونوا ذكاء من الرسول صلى الله عليه وسلم ونولوا نخدموا بالجن؟ هذا راه شيء مستحيل اخويا شريف. واخا نقف في الموضوع ديالنا اللي هو بعض الرقايات اللي كيتحرشوا بالنساء اللي باغيين يتعالجوا. خرجوا بزاف ديال النساء في منابر اعلاميه اللي قالوا القصه ديالهم. اكيد انت راقي كيجيو عندك نساء حتى هما كيقولوا القصص ديالهم. عاود لينا بعض القصص النساء اللي قالوها لك. كل شيء ممكن. كثير كاين شي حوايج ما نقدرش نقولهم لان انا راقي ما نقدرش نقول. يعني كيجيو عندك كاينين شي حوايج يعني ما يقبلهمش حتى القاء، وما نقبلش حتى انا نقولهم. كاينين شي حوايج انا تقالوا لي على بعض الرقاط، ما قدرش ما يمكنش لي نقول انا هذوك الحوايج، لان انا راقي كان غنضر بالسمعه ديال الرقاط. وهما هذوك الناس كنقول لك اختي راه ماشي رقاط، راه كيكونوا خدامين بالشياطين. كيدعوا عندهم قال لك شياطين، عندهم جن مسلم، وهما خوت الشياطين. حنا دابا هاد الرقيه ديال انك تمشي عند الراقي سالينا معاه، هما اللي كيقلبوا على هذا الشيء. اما انا الرقيه اللي كندير انا ترقى في دارك، كون في اي دوله الرقيه عندك على بعد. كون في عندك الناس المركز لا قليل، كيجو عندي واحد ثلاثه الناس في السيمانه، اربعه حتى الخمسه الناس. علاش فضلتي الرقيه عندك؟ كنفضل الرقيه على بعد، لان كنشوف هاد المشاكل اللي جاريه في سميتو، هاد المشاكل اللي جاريه بين الرقاط وبين الناس. واش انت باش تفادى هاد المشاكل؟ باش كنحاول انا باش نخرج من هاد المشاكل هذا، لان ما كاينش الفرق. اللي ما يعالش على بعد، انا غنقول الناس الله يرحم لكم والدينا الاخوان، راه اللي ما تعالش عنده على بعد راه ما يتعالجوا ولو تكريت تا وياه بيد.
هذه حيدوها من بالكم. كاين بعض الناس انا كنقول يبقى في دارك ترقى انت وليداتك كيقول لك لا غنجي، راه حتى الناس اختي راه الله يهديهم، راه حتى الناس كيساهموا في هذا الشيء. كتقول لي اشريف ابقى ترقى انت وليداتك، راه احسن حاجه باش ترقي راسك وترقي وليداتك كاع الناس اللي ساكنين حتى هذيك الدار كترقى. كيقول لك لا راه خاصني حتى نجي عاد كيكون العلاج، راه هنا في راه مشكله حتى عند الناس، راه ماشي مشكله عند الرقات ولا واخا. يعني المراه خاصها ضروري دي الزوج ديالها الا كانت باغا ترقى ما تمشيش بوحدها. نصائح النساء ونصائح النساء، يعني كل ما كتشوف ذاك الراقي كيستعمل من غير القران، انا كنصحها الا ما عيطتش للبوليس كنسميها انا ماشي مراه حره، انا كنسميها ماشي مراه حره. كما قالت لي السيده دار لي قلت لها انت ماشي مراه، لو كان كنتي مرات الراجل غتخرجي تجيبي ليه البوليس. انت الاذن بينك، انت كتسمي دابا بينك غدر بينك وبين هذاك الراجل، لو كان كنتي مرت الراجل علاش ما تخرجي تجيبي لهذاك الراقي البوليس؟ علاش داري هذه الحاله؟ هو خرجي جيبي ليه البوليس، راه كاين الامن في البلاد ماشي ما كاينش. حتى الرجال ما خاصهمش يخليو عيالاتهم يمشيو عند راقي بوحدهم، يعني ضروري الا بغى يدات عايش يمشي معاه. الله يحسن العوان، كاين الناس اللي كيكونوا خدامين، حنا ما غنلومش، كاين الناس الله يحسن العوان اللي خدامين، المراه كضطر مسكينه انها تمشي بوحدها، ولكن هي بعد على الاقل خاصها تشوف الا كان شي واحد معرق، تكون مراته، تكون السيده اللي خدامه معاه، يكون واحد ذاك، يعني راه حتى الله سبحانه وتعالى راه ما دارش بانك ترقي المراه منك ليها. بحال الشكل ديالي انا دابا عندي مراتي، الا بغات ترقى شي وحده كنهبط المراه ديالي كتحضر معايا حتى كنسالي الرقيه، ولو يكون لي يكون ضروري كتبقى معايا المراه حتى كنسالي الرقيه، وما نقلش حداها. في الاول ربما كانوا عندي شي اغلاط، ربما كان خاصني نحط يدي على بنادم عاده باش يخرج الجن، وما تحط لا يدك ولا غاديه ولا جايه، كنت انا كنقرا هنا وانت كون في السويد، ولا كاين شي خروج كيخرج. يكذب عليك كذاب، لا علاقه بين ديك حط لي يدك على راجل او لا. دابا حاليا ما نحطش عليك يدي، انت لهيه وانا هنا، انا كنقرا وكتهز تحط. يكذب عليك كذاب يقول لك لا خصك تحط يدك لا على الجن ولا نغزو ولا هذاك الشيء كامل ما منو والو. عندك شي حكمه عاطيه لك الله سبحانه وتعالى، راه كاين هذوك الناس اللي كيجيو عندك راه كيستافدوا. ما عندكش الحكمه راه باطيله كتوسخ راسك وكتوسخ هذوك الناس معاك، هذا الشيء اللي كاين. اذا شنو الكلمه اللي تبغي تقولها ايضا للرجال؟ واللي غنقول لخوتي، ها جاتكم جات الفرصه بانك تو كتقلب ما ديش مراتك الراقي، انا نخدم معاك واخا تكون في اي مدينه وفي اي دوله. خلي مراتك في دارك ترقى انت وياها وليداتك، ما كاين لا ابيل فيديو لا والو، انا كنرقي خاص بالصوت، سمع الصوت ديك القرايه ديالي انا، وراه واخا تسارى 100 راقي ماشي انا كنشكر راسي، هذا الشيء راه عندي تجارب. شتي تسارى 100 راقي راه غدور تتعيا وغترجع عند الراقي عبد العزيز المصباحي. شنو تبغي تقول للناس اللي ما كيامنوش ببعض الرقات كيقولوا انهم هذا الشيء غير شعوذه هذا الشيء ما كاينش؟ ما عارفينش مساكن، انا الاول كنت ما انا قبل ما نكون راقي كاين كيبان لي هذا العالم هكا كنقول هذا ما يمكنش هذا الشيء ما كاينش، ولو انا ولد راقي ما نلوموهمش هذوك الناس. الاب ديالك راقي؟ الاب ديالي انا راقي، انا كان الاب ديالي راقي ما كنتش نطيق بالرقيه، مني كتذكري لي الرقيه نقول لك حيد عليا هذا الشيء تخربيه هذا الشيء، ولكن هذا الشيء واقعي وحقيقي. لو كان تشوف شنو كيجرى عند الاطباء الحالات اللي دابا حاليا، كاين بعض الاطباء اللي دايرين عمليات وهما عندهم الجن، كاين اللي دابا كيخوليه المعده تيو كيخوي المعده، هو هذا السيد ما عنده حتى حاجه في المعده وكيخوليه المعده. الدري عنده 4 سنين، الدري عنده 4 سنين حاليا دابا ومثقوبه ليه القرجوطه ديالو وكيخويو ليه في المعده وهو عنده الجن. اش غنقولوا على هاد الناس تاهما؟ باش عرفتوا بلي عنده الجن؟ انا يعني مني قال لي الاعراض وكلقى لي ام ريده بالجن كنعرف راه حتى هذاك الولد راه عنده الجن. عدد من الحالات انا يعني داروا عمليات عند طبيب ومني جينا نشوفوا كنلقاو الجن. لو كانت هاد الرقيه ما كايناش، علاش هاد الناس اللي ما تعالجوش عند الاطباء تعالجوا عندنا؟ راه مشكله الغلط لو جاوا دابا يقلبوا، راه دابا هما تابعين هالرقى، ولكن لون جاوا يطلوا على العالم ديال الطب اشنو داير في الناس الاخطاء اشنو داير في الناس غيستغربوا. ولا انا بغي نوض غينتقد شي واحد ولا شي، راه غنجيب ليه داكشي بالدليل. الناس اللي دازوا عند الاطباء دايرين عمليات هما لا علاقه لهم بسميتو بالطب، وعاودوا دراري صغار كاين 4 سنين 5 سنين داروا لهم الاطباء عمليات هما لا علاقه لهم بالعمليه. كل احترام للاطباء، كل احترام لهم على المجهودات الكبيره اللي كيقوموا بها. اسمع انا حلا ماشي طيحنا من القيمه ديالهم، هذا الغلط راه ماشي عند المغاربه ديالنا، باش نوصل للناس الفكره. هذا الغلط لقيناه عند الاطباء ديال امريكا وديال اوروبا، لان هما ما كاينش شي واحد كيبغي يغلط. هذا الجن
كيدوخ الاطباء.